منافس لنيل الفوز والناموس والانتصار. والشوط خاص بالجعدان المحليات الأصايل مشاهدينا الكرام، نبدأ في الإبحار ونبدأ في تحدي هذا المشوار ونسير إلى الصدارة الأولى. يأتي صغان الآن على المركز الأول، هزاع بن مطر بن محمد المنصوري على المركز الأول وعلى الصدارة، بينما المركز الثاني تقدم قناص ليحتل المركز الثاني والملكية لعبد الرحمن بن سعيد الناصري من يتواجد في ثاني المراكز، بينما في المركز الثالث من خلال هذه اللحظات شعار العميمي يتدخل وينتزع المركز الثاني في اندفاعة قوية وتحدي مثير. في هذه اللحظات سيف بن محمد العميمي من انطلق المركز الثاني الآن هملول لحمدان بن محمد بن خليفة العميمي، غير إلى المركز الأول في هذه اللحظة مشاهدينا الأعزاء. والمركز الثاني يصل صغان لهزاع بن مطر بن محمد المنصوري، بينما المركز الثالث يأتي قناص وعبد الرحمن بن سعيد الناصري، هل يستطيع أن يقنص سيارة هذا الشوط؟ بينما المركز الرابع أيها الحفل الكريم وصل مياس حميد بن أحمد بن حارب المهيري، والمركز الخامس الانتقال مباشرة إلى سراب سعيد بن بخيت بن ناصر العامري، يأتي ويحتل المركز الخامس في هذه اللحظة سعيد بن بخيت بن نوبي العامري، ولكن الجانب الآخر يا سلام تسلل من خلال تواجد الزعيم لخلف بن براق بن خلف المزروعي، وصل الآن واحتل المركز الخامس في هذه اللحظات وهذه الاندفاعات. نشوف المركز السادس من الجانب الآخر، هناك شعار لبن كليب يتواجد في هذه اللحظات مشاهدين الكرام، وصل واحتل المركز شاهين محمد بن علي بن محمد بن علي بن كليب من يتواجد ويحتل المركز السابع مشاهدينا الأعزاء، بينما المركز الثامن وصل الغزال عبيد بن سالم بوظفيرة يتواجد في المركز السابع في هذه الأثناء، بينما المركز الثامن اللي تسلل الآن وصل لفرج بن سعيد بن سالم الجهني يحتل المركز الثامن. المركز التاسع وصول من خلال تواجد الغزال محمد بن بطي المنصوري، والمركز العاشر نشوف المركز العاشر اللي وصل من خلاله مشاهدينا الكرام في هذه اللحظات مياس علي بن سعيد الشامسي، وصل واحتل المركز العاشر. هذه الأسماء الأولى المنطلقة في تحدي هذا الشوط، هذه العشر المراكز الأولى، العشر التي تسير بتحدي وفوز وناموس مميز في انطلاقات هذا الشوط. عودة إلى بن برا مشاهدينا الكرام، عودة إلى التغيير الذي طرى وصار على الشوط وجرى الآن مع بداية منتصف طريق هذا الشوط. المركز الأول بن براك الآن غير خلف بن براك بن خلف المزروعي في صدارة هذا الشوط، وهو الزعيم الآن من ينتقل مباشرة إلى صدارة الشوط. المركز الثاني وصلنا مشاهدينا الأعزاء هملول في المركز الثاني، حمدان بن محمد بن خليفة العميمي واصل إلى المركز الثاني كذلك بقوته وتحدي مع منافسات أهالي سويحان، ولكن هالي العين نشوف وين الفوز والناموس، وين بتتجه السلامات مع هذا الشوط. الكل مشاهدين الأعزاء أعد العدة لهذا الختام، جهز من خلال مشاركاته في هذا الموسم لينال لقب من ألقاب هذا الموسم في ميادين السباقات وفي الختاميات. المركز الثالث حميد بن أحمد بن حارب المهيري واصلا مع سلالة مياز وخذ المركز الثالث وروح يا أبو أحمد، بينما المركز الرابع
اللي تسلل الآن سراب سعيد بن بخيت بن نوبي العامري وصل إلى المركز الرابع، تقدم الآن خطوة بخطوة إلى صدارة هذا الشوط. المركز الخامس، نشوف المركز الخامس مياز وملكية مياز. مشاهدي الكرام، علي بن سعيد الشامسي هو الآن ما يتواجد ويحتل المركز الخامس، ولكن نشوف بن كليب في المركز السادس في هذه اللحظات. محمد بن علي بن كليب هو الآن من يتواجد ويحتل المركز الخامس في هذه اللحظة، هو المركز السادس، بينما المركز السابع تدخل اسم جديد، هذا هو صغان عبد الله بن خليفة بن شاهين الغفلي، وصل وخذ المركز السابع. المركز الثامن هناك مرور من خلال تواجد زعفران عوض بن حمد بالدحبه العامري. المركز الثامن، اذا نشوف المركز التاسع. المركز التاسع يتسلل في هذه اللحظات مياس سعيد بن سالم الوهيبي. والمركز العاشر، العاشر حفلنا الكريم الغزال محمد بن بطل المنصوري. هذه العشر المراكز الاولى، هذه العشر المراكز التي تسير باندفاعه وقوه وتحدي، بينما المشوار لا ينتهي مع لقاء هذا الشوط، مع لقاء الاذاعه في هذه المشاركات في صباح هذا اليوم. اشواطنا التي تسير وتبحر مشاهدينا الكرام لها وجود فعلا مع تنافس الجميع. الزعيم الان لا زال على المركز الاول، لا زال مسيطر هنا مشاهدينا الكرام، هنا 1200 والزعيم مسيطر على البدايه. الزعيم خلب بن براك المزروعي، لكن هناك العميمي، واصل العميمي في منافسة هذا الشوط. الله يا العميمي، وصل الآن وخذ المركز الثاني أو راح إلى المركز الثاني بالفعل. هملول حمدان بن محمد بن خليفة العميمي يأتي في المركز الثاني، والجماعة واصلين، واصلين إلى السيارة، واصلين إلى التحدي. واللي وصل الآن أول الواصلين والباحثين، هنا حامل الرقم 13، هنا حامل تحدي في هذا الشوط، هنا عبد الله بن خليفة بن شاهين الغفلي وصل إلى المركز الثالث، إلى المركز الثالث، عينه على المركز الأول، يتطلع إلى الناموس وبالفعل يخطف الصدارة في هذه اللحظات. الكيلو الأخير صارت في تغييرات، في تبديلات، ومياس واصل سعيد بن سالم بن علي الوهيبي إلى المركز الثاني. الله يا مياس، مياس مياس مياس، ولكن صوغان مسيطر، صوغان مسيطر، لا زال الغفري على المركز الأول. الغفري والوهيبي قادم، يقدم مياس، مياس سعيد بن سالم الوهيبي، لكن الغفلي صامد مع صوغان، صوغان في المركز الأول، صوغان في صدارة الشوط. عبد الله بن خليفة بن شاهين الغفلي ومياس يحاول، مياس يحاول، سعيد بن سالم الوهيبي محاولات، صوغان ومياس، مياس وصوغان، ونفس السلالة، سلالة صوغانية، لكن خلاص صوغان مشاهدين الأعزاء يهدي أهالي مشاهدين الأعزاء، أهالي ملقيوين، هذه التحية والفوز والناموس والانتصار، تهانينا مشاهدي الأعزاء. عبد الله بن خليفة بن شاهين الغفلي على فوز صغان بالمركز الأول. المركز الثاني مياس سعيد بن علي الوهيبي أو سعيد بن سالم الوهيبي. المركز الثالث زعفران عوض بن حمد بالدحبة، والمركز الرابع للزعيم خلف بن براك المزروعي، والمركز الخامس يتواجد في هذا الانطلاق وهذا التحدي شاهين محمد بن علي بن سويلم، هو من يحتل المركز الخامس. هكذا حفلنا الكريم مشاهدينا الأعزاء في لقاءات هذا الشوط، كان استمتاع في منافساته وتحدياته حتى خط النهاية، واستطاع في الأمتار الأخيرة أن يحقق صغان هذا الفوز بتسع دقائق 27 ثانية، جزئين أو جزء واحد من الثانية. تهانينا والناموس لعبد الله بن خليفة بن شاهين الغفلي على فوز صغان بالمركز الأول. مياس وصل في المركز الثاني، سعيد بن سالم بن علي الوهيبي بتسع دقائق 27 ثانية ثمان أجزاء من الثانية، بينما اللي وصل بالمركز الثالث زعفران لعوض بن حمد بالدحبة العامري في تسع دقائق 27 ثانية تسع أجزاء من الثانية، كان توقيته زمني. تهانينا مشاهدينا الكرام لكل الأخوة الفائزين بالمراكز العشرة الأولى. مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، نتواصل ونجدد التحية.